هنكمل كلامنا مع حضراتكم، ولكن خلينا نروح لواحد من اللاعبين الكبار الحقيقة في أفريقيا، كابتن راضي جعيدي نجم منتخب تونس. طبعا هيكون معانا عبر سكايب، هنتكلم معاه عن كل ما يخص الناحية الفنية لفريق الدحيل والنادي الأهلي وهذه البطولة. ولكن كلام سريع جدا ومهم جدا عن كابتن راضي، أحد أبرز نجوم خط الدفاع في تاريخ الكرة التونسية والإفريقية، وطبعا متوج ببطولات عديدة مع الترجي التونسي في فترة التسعينات وبداية الألفية، وله تجربة احترافية مهمة في البريميم ليج مع بولتون وبريمنغهام وساوثهامبتون، بخلاف مشاركتين في كأس العالم مع المنتخب التونسي ولقب أمم إفريقيا 2004، وطبعا يتولى تدريب فريق كان يتولى تدريب فريق ساوثهامبتون الإنجليزي تحت 23 سنة، ثم المدير الفني لهارتفورد أتلتيك الأمريكي. كابتن راضي، يعني طبعا بنحب نرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، وطبعا كل الجمهور المصري بيرحب بيك. عايشك، بارك الله فيك على ضيافة، نرحب بكم زادة وبكل جمهور الأهلي. هذه يعني فرصة بالنسبة لي باش نكون معاكم، وإن شاء الله نحكيه على مقابلة غدوة ما بين الأهلي والدحايل، ويشرفني يعني نكون معاكم، وإن شاء الله نشوفوا غدوة مقابلة كبيرة من الفريق الأهلي ان شاء الله. كابتن راضي، يعني بتقيم ازاي مواجهه بطل افريقيا الحقيقه وممثل البلد المستضيف من الناحيه الفنيه طبعا؟ والله يشوف يعني بكل خلاصه، فريق الدحيل يعني ما قدمش في بدايه الموسم نتائج كبيره ياسر، هذا اللي خلاه يعني يستغنى على المدير الفني نتاعو وعلى المدرب، ويجيبوا يعني صبري لموشي اللي هو كان في انجلترا. صبري لموشي يعني في الأول لقى بعض من الصعوبات، خاصة في اختيار اللاعبين وخاصة يعني في النتائج، خرج من بطولة آسيا، وتوا يعني في المدة الأخرانية الفريق الدحيل يعني لقى نوع من الاتزان، والانتصارات كانت متواصلة. شفنا يعني في الجمعة الفارطة فريق الدحيل انتصر 6 على الأهلي، وهذا يعطيه يعني دفعة باش يدخل يعني كأس العالم للأندية ممكن بمعنويات مرتفعة. و يعني تو نزيدو نحكيو على الفريق الدحيل، يعني عنده نقائص كيما عنده يعني نقاط قوة اللي الناس الكل الكل تعرفها. بيتكلم يا كابتن راضي عن الناحية المصري الهجومية لنادي الدحيل القطري، شايفها ازاي؟ يعني طبعا في بعض النواقص في الناحية الدفاعية، ولكن شايف الناحية الهجومية بالنسبة لهذا الفريق ازاي؟ في الناحية الهجومية يعني تبدل شوية لما جاء صبري لموشي، كان يلعب 4-2-3-1، لكن في الفترة الأخرانية فريق الدحيل ولا يلعب في 4-4-2. نقطة قوته يعني في الأشخاص يعني دودو اللاعب اللي يلعب على الرواق اليساري عنده يعني إمكانيات ومهارات كبيرة ياسر، وفي وسط الميدان خاصة الميدان الهجومي لويس سيرا وكريمي اللي هما اللي يعطيوا الكرات لعلي وأولونجا، هذوما كلهم يعني فيه وعنده ديز انديفيدواليتي يعني نقولوا انديفيدوالز الشخصيات والامكانيات التكتيكيه والفرديه. وصبري لموشي يعني المدرب اضاف الكتله الهجوميه والتمريرات وكل الخطط التكتيكيه يعني لتسجيل الاهداف. اهم ما يتميز به صبري لموشي يا كابتن، بما ان حضرتك يعني على معرفه به، نعم، اهم ما يتميز به من الناحيه التكتيكيه طبعا ومن الناحيه الفنيه، يعني هل بيعتمد على، هل هو ريسكي زياده، هل هو بيحاول يعمل توازن؟ يعني في مديرين فنيين يا كابتن بيبقوا دايما بيفكروا ان هم عايزين يقفلوا الدفاع شويه وبعد كده يلعبوا على الهجمه المرتده، هل هو من هذه النوعيه ولا من النوعيه اللي بتحب تهاجم؟ هو حسب معرفتي لصبري لموشي يعني عنده الخبره، ولكن يبقى دائما اللاعبين اللي عند صبري لموشي هما اللي يحفظوا الفارق. صبري لموشي أضاف لفريق الدحيل نوع من الاستراتيجية في تحضير المقابلات،
واستغلال النقائص للفريق. هذه الحاجة اللي جدها صبري اللموسي. وبالنسبة لي يعني الأفراد اللي عند صبري اللموسي توا في الدحيل هم اللي قاموا بالإضافة زادة. طيب، أبرز اللاعبين بقى اللي لفتوا نظرك سواء في فريق الدحيل أو في فريق النادي الأهلي. بالطبع يعني تابعت القليل النادي الأهلي، خاصة بعد نهائي كأس ولا بطولة إفريقيا. يعني النادي الأهلي قوته يعني في اللاعبين، ولكن الإضافة اللي زادها تسوماني المدرب أعطى يعني إضافة عالمية للفريق. بعد الانتصار في بطولة إفريقيا الفريق يعني عنده النضج، واللاعبين كان زاد ولا عندهم نضج تكتيكي ومعرفة استغلال نقطة ضعف الخصم. بالنسبة لي يعني ولو اني لاعبين كما كهرباء في فريق الأهلي ينجموا يقوموا بالإضافة طبعا وتغيير يعني النتيجة في أي وقت، لكن معلول أنا خاصة فرحان بالمردود اللي قوم به والإضافة اللي قام بها يعني للفريق الأهلي في الفترة الأخيرة، مش كان سنة يعني الأعوام الفارطة. بالنسبة للدحيل يعني يعجبني ياسر اللاعب دودو، يعني عنده مهارات يعني فردية كبيرة ياسر، و يلزم الفريق الأهلي يعرف كيفاش يوقف خاصة على الأطراف غدوة الفريق الدحيلي، لأنه على الأطراف اللاعبين نتاعو ما يقعدوش على أطرافك هاو، يدخلوا في الوسط ويحدوا يعني التفوق العددي، وهذا ممكن يقلق شوية أي دفاع، أي فريق يدافع. كابتن راضي، واحنا بنتكلم عن جبت سيره موسيماني، اولا ايه رايك في تجربه النادي الاهلي في تواجد مدير فني اعتقد لاول مره افريقي او من جنوب افريقيا تحديدا متواجد في النادي الاهلي، ايه رايك في هذه التجربه؟ يعني تجربة يعني كبيرة ياسر، وزادت الإضافة للفريق الأهلي، ولكن زادت إضافة ونوع من تفوق في بالنسبة للفريق الأهلي في اختيارهم لفريق لمدرب إفريقي، اللي الحقيقة في الفترة الأخيرة ما شفناش يعني مدربين إفريقيين، مع احترامي لكل المدربين الإفريقيين الموجودين، يوصلوا للمرتبة اللي وصل لها موسيماني في الفترة الأخرانية. يعني شفنا موسيماني عنده المهارات، انتصر يعني بستة ألقاب، انتصر بلقب بطل إفريقيا مع سان داونز، ولكن المرتبة اللي وصل لها تو مع فريق الأهلي، الازدواج اللي صار ما بين موسيماني وفريق الأهلي أعطاه يعني مرتبة كبيرة ياسر. نعرف الفريق الأهلي فريق كبير ياسر، وإن شاء الله نشوف نوع من الأكشن يعني في الفترة الأخيرة، يعني ونوع من الثقة من الفرق الكبرى، مش كان في مصر، في تونس، في المغرب، وفي الجزائر، وفي العالم العربي، وفي البلدان الإفريقية والفرق الكبيرة الكل، يعطيه الفرصة للمدرب الإفريقي. نرجع للمدرب موسيماني. موسيماني يعني التفوق نتاعو والخبث نتاعو هو في قراءة الخصم، وبالطبيعة في الاختيارات اللي يقوم بها لاستغلال نقطة ضعف الخصوم اللي لعب لهم. طيب كابتن راضي، برضو بالنسبة للنادي الأهلي، حضرتك لعبت نادي الأهلي أمام الترجي كتير يعني، ولعبت أمام الأندية بالطبيعة المصرية، ايه اللي ممكن يميز الكرة المصرية ويمنحها أفضلية أمام أندية من مدارس مختلفة في بطولة كأس العالم يعني؟ خويا باش نقول لك، يعني لما مقابلة أي فريق تونسي ضد فريق مصري يعني هو بمثابة من الدربي، طبعا نعرفوا يعني الفرق، نعرفوا المباريات اللي ما بين الفرق التونسية والفرق المصرية ديما تكون في مرتبة عالية ياسر. وانا معناتها شخصيا لعبت ضد الاهلي ولعبت ضد الفرق المصريه الكل اللي كانت في الفتره متاعي يعني تلعب في البطوله الافريقيه. وحاجه وحيده يعني نخاف منها كلاعب تونسي لما نلعب ضد الفريق المصري هي الروح والاستثنائيه اللي يقوموا بها واللي يوريوها للملاعبين، وخاصه المهارات الفرديه يعني من ابو تريكه، وانت
وانت هابط، يعني المهارات الفرديه تبارك الله عليكم موجوده، طبعا وديما تكون مقابله كبيره ياسر، مقابله تكتيكيه كبيره، لكن الافراد والمهارات الموجوده من جهتين، يعني الفريق التونسي والفريق المصري، ايوه خاصه كنت ترى اذا التونسي نلعب كونتر الاهلي تكون مقابله كبيره ياسر. وفما حاجه بالرغم اللي توا يعني بالبانديميك بالكوفيد 19 اللي موجود، يعني الجمهور المصري تبارك الله عليه، يعني الجمهور ديما واقف ورا الفريق نتاعه، وذي ممكن حاجه اللي باش تنقص المقابله نتاع مقابله غدوه دحايل، بالرغم اللي فما 30% في الميدان، لكن ان شاء الله 30% باش يكونوا موجودين يعطيوا الدفعه اللي كنت نحكي عليها توا للفريق الاهلي. طيب كابتن رادي، هل حضرتك مع تغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية وزيادة عدد الفرق المشاركة، ولا شايف النظام اللي شغال دلوقتي كويس؟ والله هو يعني الرأي يتغير من شخص لآخر. بالنسبة لي يعني بطولة كأس العالم للأندية يعني من أكبر البطولات اللي يوجد فيها الفرق الكبرى الكل. بالنسبة لي أنا يلزم الفريق اللي موجود في بطولة العالم يلزم يكون يستحق باش يكون في بطولة العالم، ما يهمنيش يعني 6 ولا 7 فرق، المهم الفرق اللي باش تلعب لها في كأس العالم تكون فرق يعني تستحق وجودها في هذه البطولة، لأنه كما قلت لك يعني الفريق اللي باش يكون باش يمثل قارة كاملة، كيما الأهلي يستحق اللي وجوده في هذه الكأس، وبالنسبة لي أنا ينجم يشرف وعنده يعني المهارات وعنده كل المعدات باش يشرف القارة الإفريقية. طيب اخيرا يا كابتن راضي، يعني رايك الفني بقى من يفوز بهذه البطوله، هل بايرن ميونخ ولا المفاجآت وارده؟ والله بعد ما قريت البارح ولا هو وقت البارح المدير الفني لبايرن ميونخ يعني قالوا اللي هما باش يجيو ويحبوا يربحوا البطوله هذه، هو كلام يعني نجم يكون كلام، تنجم تحكي كيف ما تحب قبل برا خارج الميدان، لكن في وسط الميدان باش تتغير المتعيات، وبتعرف يعني الناس كلنا نعرفوا الكوره، نجم يكون يعني ديتيلز صغير، حاجه صغيره تبدل يعني معطيات، اما نعرفوا زاد الفريق بايرن ميونخ اللي عنده كل المعدات للانتصار بهذه البطوله، لكن نحن نتمناه نشوفوا يعني بطوله ناجحه نعم من كل المعطيات. شفنا قطر يعني بلاد يعني عندهم كل الواجهات حاضرين من كل الواجهات، وان شاء الله نشوفوا بطوله يعني كبيره، وخاصه كما قلت لك يعني نشوفوا فرق كما فريق الاهلي هو يمثل القارة الأفريقية. القاره نعم الافريقيه، وان شاء الله نشوفوا كوره مزيانه. أنا بشكرك شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن راضي الجعايدي، نجم منتخب تونس ونجم الترجي ونجم كبير الحقيقة في القارة الأفريقية، بشكرك على تواجدك معنا وعلى رأيك ووجهة نظرك.